مدارس للتعليم، لكنه تعليم يختلف كثيرا عما عهدناه من كتب وأدوات مدرسية. تعليم للصبر، وربما كيف يفقد الإنسان بيته وحياته حينما تقرر الميليشيا الانقلاب على دولة كانت على الأقل تجعلهم آمنين في منازلهم. هنا يسكن نازح الحديدة، فحين حولت الميليشيا الحارات إلى خنادق للقتال بعد رفضها تسليم الحديدة سلميا وتجنيب أهلها القتال، علم سكانها بأن عليهم المغادرة فورا. من استطاع منهم غادر بالفعل نحو المجهول، ومن لم يستطع بقي مختبئا تحت أسقف منزله علها تحميه من معارك ضارية تجري خارجها. والبعض الآخر بين هذا وذاك يريد الخروج من مناطق المواجهات، إلا أن عائقا آخر يقف أمامه، وهو الألغام التي زرعتها الميليشيا على الطرق التي قد يسلكونها للهرب. تصاعد القتال تسبب بإصابة ونزوح مدنيين وعرقلة عمل وكالات الإغاثة الإنسانية هناك، والمنظمات تبدي قلقها من تفشي للكوليرا في المدينة المكتظة بسكان بعد قطع القتال لإمدادات المياه. نقص حاد بالغذاء والدواء والماء للنازحين من الحديدة المشتتين في مدارس النزوح، ولأولئك المحاصرين في منازلهم داخلها. ويبقى المدنيون بين نارين، إما النزوح والتشرد أو البقاء لمواجهة مصير مجهول. الموت يكون أسوأها.